كما شهدت كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة أجواء احتفالية بعيد القيامة المجيد بمشاركة الآلاف، كما رفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ في جميع مدن المحافظة، وذلك من أجل تأمين الاحتفالات. أجواء احتفالية داخل كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة للاحتفال بعيد القيامة المجيد بمشاركة آلاف الأقباط وسط إجراءات أمنية لتأمين الاحتفالات. كل سنة والشعب المسيحي كله بألف خير، ومصر كلها دايما تكون بخير. الأجواء في الكنيسة أجواء كويسة جدا وهادية، وطبعا جو رمضان يعني جو ماشي حلو قوي، صيام مع اخواتنا المسلمين وفرحة مع المسيحيين، فده حاجة بتدي حاجة جميلة جدا لمصر. يوم الجمعة كنا كلنا صايمين طبعا، وبندعي لمصر ان تكون دايما في سلام وتكون دايما في خير. عدد كبير من الاقباط توافدوا على كاتدرائية الأنبا شنودة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، وذلك من اجل حضور قداس عيد القيامة المجيد. التجمع الاطفال، وبعدين في ترانيم، في زكان مسرحية، والحاجة الحلوة بتتوزع، وطبعا بيدخلوا من باب ويطلعوا من باب، فلازم يبقى في نظام، وخصوصا زي النهارده كده يوم بيبقى صعب كده وزحمة جدا، فلازم يكون فيه نظام. وكثفت مديرية البحر الأحمر من تواجدها في محيط الكنائس والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد. أهنى الشعب المصري بخير، وأهنى البابا تودروس، كل سنة وأنتم طيبين، وأهنى اللمبة أليون، الشعب المصري يا رب بخير وكل سنة وأنتم طيبين. إحنا فرحانين خالص يعني، والشعب المصري كله بخير وبعيد الفطر وبعيد القيامة، ويعني وعايزين الدنيا تبقى كويسه خالص والدنيا حلوه يعني. كما رفعت محافظه البحر الاحمر حاله الطوارئ في جميع مدن المحافظه تامينا للاحتفالات.